العالم كله بيتكلم عن العرض التاريخي لانتقال ميسي لنادي انتر ميامي بعد رفض عرض من نادي ضخم جدا في السعودية مقابل نص مليار يورو في السنة. عارفين يا جماعة بالمصري ده يعني ايه؟ يعني 57 مليون في اليوم الواحد. عارفين يا جماعة يعني ايه؟ يعني 3 مليون جنيه في الساعة الواحدة. تخيل لو العرض ده اتعرض عليك تقدر تقاومه؟ ايه انت بتقول ايه؟ ابوس ايدك. العرض ده يتعرض عليا عشره فين؟ انا جاي لك بعرض اخطر مليون مره يا جماعه. انا عايز اقول لك ان الايام الجايه دي عشر ذي الحجه افضل ايام الدنيا عند الله. السكور اللي ميسي ورونالدو وجميع ونيمار وجميع اللاعيبه العالميين ما يعرفوش يعملوه في الدنيا انت ممكن تعمله في الفردوس الاعلى في دار البقاء. انت متخيل العروض التي لا تقاوم لعباده الله في عشر ذي الحجه اللي هتبدا بعد ايام باذن الله سبحانه وتعالى؟ الصيام فيها بس بيباعد وشك عن جهنم نص مليون سنة. يعني ايه نص مليون سنة؟ يعني اليوم الطبيعي في الصيام في الايام العادية يباعد وجعك عن النار 70 سنة، والحسنة في عشر ذي الحجة ب 700 ضعف زي ما بيقول ابن عباس. يبقى يوم الصيام الواحد في عشر ذي الحجة بيباعد وجهك عن النار 50,000 سنة. يبقى لو صمت التسع ايام الاوائل من عشر ذي الحجة اللي الصيام ينفع فيهم ومندوب فيهم يبتعد وجهك عن جهنم نص مليون سنة. عروض تاريخية، عروض لا تقاوم، عروض اغلى من العروض بتاعة انتقال ميسي لانتر ميامي. يا جماعة يا اخوانا عشان كده احنا عاملين لكم مبادرة لا تقاوم، عاملين لكم مبادرة قبل العشر بعشر. اخوانا الدنيا كلها بتتكلم عن جوارديولا، باب جوارديولا المدرب اللي كل ما يمسك فريق يدربه بعد ما خد الثلاثية بقى مين المدرب اللي قده؟ كل ما يمسك فريق يدربه يبقى اعظم نادي في الدنيا كلها. ده الدنيا كلها بتتكلم عن بيب جوارديولا، ولكن السماء كلها بتتكلم الوقت عن عشر ذي الحجة. الله يقول ويذكر اسم الله في ايام معلومات. معلومات عند مين؟ عند ملائكة السماوات. معلومات عند مين؟ عند الملأ الاعلى. ايه هي الايام المعلومات؟ عشر ذي الحجة. يبقى السماء كلها الوقت بتتكلم عن عشر ذي الحجة. عايزين نعبد ربنا في هذه الايام المعلومات. عشان كده عملنا لكم مبادرة قبل العشر بعشر. لو انت عرفت 100 واحد من اصحابك، لو انت نشرت في كل صفحات الفيس وكل جروبات الواتس وكل جروبات التليجرام وكل مكان في الانستا وفي التيك توك وعلى السوشيال ميديا والسناب شات وكل المنصات بتاعت التواصل الاجتماعي، كل واحد هيدخل المبادره دي عبادته اللي هي بقى اضرب بقى ارقام فلكيه. يا جلسه الضحى اضرب في 700 بسنتين قعدت جلسه الضحى. التسبيحه 10,000 تسبيحه. صفحه القرآن أعلى من ثواب ختمة مصحف كاملة في هذه الأيام. ده الأوزاعي بيقول إن ثواب العمل الصالح في اليوم منها بثواب أجر غزوة في سبيل الله. غزوة كأنك حضرت غزوة بدر، كأنك حضرت غزوة أحد، كأنك كنت من رجالة غزوة الأحزاب. ده أنس بن مالك بيقول إن العمل في اليوم الواحد منها بأجر سنة، والعمل في يوم عرفة بأجر 10 سنين. إحنا بنتكلم في عروض لا تقاوم. في شباب ساب الدنيا كلها عشان بنت جميلة، في ناس سابت دينها عشان كرسي ومنصب، في ناس عشان الفلوس سابت وطنها وسابت بلدها وسابت أهلها، في بنات عشان عريس معاه فلوس لا بيصلي ولا عنده أخلاق ولا مبدأ اتنازلوا عن كل حاجة عشان يتجوزوه. عروض الدنيا ما بتقاومش. طب عروض الآخرة يا جماعة، عشر ذي الحجة الأيام اللي هتبدأ بإذن الله، غالبا اللي هتبدأ الاثنين الجاية اهو بإذن الله سبحانه وتعالى. عشر ذي الحجة أكتر أيام يرجى فيها تنزل عطاءات الله، أكتر أيام يرجى فيها تفريج الكروبات، أكتر أيام يرجى فيها استجابة الدعوات، أكتر أيام يرجى فيها تنزل العطاءات. من منكم نفسه يجدد التوبة مع الله فيها؟ من منكم نفسه يفوز هذا الموسم العظيم اللي اعظم عند الله من العشر الاواخر من رمضان؟ يا جماعه دي اكتر ايام لتحقيق الاحلام. يعني عروض عشر ذي الحجه مش عروض اخرويه بس، مش عروض في القبر ويوم القيامه والجنه بس، ده عروض دنيويه كمان.